اذا نستضيف وائل السباعي منتج فني و يعني في كليب اكتشفوا في اول تجربه بعد ما اكتشفناه كمصور محترف بالنسبه لي لانه يعتمد التقنيات الجماليه للصوره وكذلك يعني التكوين لان كنت تقيت مع واحد التكوين بالنسبه للسي السباعي شنو يمكن تقول لنا على التقنيات اللي كنستعملوها الجديده في الكليب انتاج الكليب التقنيات الجديده في الكليب ولات كنستعمل كنلعبوا على الاضاءه كنلعبوا على مثلا الالوان يعني ما بقاتش يعني الالوان اللي كتبقى نسقيه بالنسبه لاي كليب واللي كنلعبوا عليه يعني على بزاف ديال الحاجات كل كليب وكيفاش مثلا كاين كليب ديال الحزن كتحاول تلعب على شي حاجه حزينه مثلا ومعروفه بالبيض والكحل مثلا هذه مثلا في واحد الشيء مثلا ديال الفرحه الالوان وهذا بالنسبه للكليبات دابا انت دابا المنتج اللي نجحتي دابا شحال دابا ديال الانتاجات الفنيه اللي درتي في كليب حاليا دابا انا في واحد البروجي قريب ان شاء الله مع واحد الرابر وخدمت مع الاخت ويصال محمد الشميني وكنتمنى ان شاء الله نزيد القدام علاش لا في الاخراج السينمائي ومن بعد الكليبات صراحه قولاني من هنا يعني ما بغيتش نبقى في فيديو كليبات بغيت نمشي للسينما شويه بغيت نشارك داك العالم نعم على مستوى الاختيارات يعني لاحظنا بان عملوا الفنانين اللي اخترتيهم عملوا كوفر ديال اغاني فنيه يعني غناء اغاني مشهوره بعض المقاطع وكلمات او الكلمات ديالهم الفنانين اللي غنوا هما الكلمات ديالهم نعم ويعني من طرحت عليا انني فكره نعدل لهم الكليب ديالهم ما ترددتش يعني حيت اصدقاء عزاز عليا ودائما كنعرفهم يعني من الاحسن نتعامل معاهم واما التجربه ديال الكليب كانت بعدا يعني بالنسبه لي يعني شي حاجه مزيانه ولكن كما قلت في الاول كانت وكيفاش يمكن نطور هذه التجربه ديال الكليب يعني كاين دابا بزاف ديال الفنانين بداو كيعملوا انتاجات يعني عندهم استوديوهات ديال الانتاج وداك الشيء انت بالنسبه لك يعني عندك يعني شركه انتاج برودكسيون يعني هي اف برودكسيون لا كنت كنتعامل مع الاخ عبد الرزاق في ليلي الرتبي اف ال برودكشن كنت كنتعامل معاه وان شاء الله دابا قرب نخرج المدير ديالي نخرج للشقه اللي هو نوفو انرجي ان شاء الله يعني طاقه جديده طاقه جديده ان شاء الله نوفو انرجي مشروع قريب ان شاء الله غادي يدار في المدينه ديال العرايش ما غاديش يخص الكليبات ولا الافلام وغادي ياخذ بزاف ديال المجالات كالبرامج وكا يعني بزاف ديال